متابعيني متابعي درب كلبك بنفسك كابتن شريف شحاتة، تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي هنشرحه حالا فيديو مهم قوي 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 قوي. احنا هنتكلم عن اسعار الكلاب السنة دي، او اسعار الكلاب بترجع لايه، او ايه اللي بيخلي الكلبة دي سودة والكلبة دي سودة، نفس التاريخ نفس العمر، ودي ب 15 دي ب 30، ايه الفرق ما بين السعر ده والسعر ده، ايه اللي بيخلي الكلب ده نفس الكلب ده نفس الكلب ده وسعره مختلف، في عناصر وفي حاجات بتخلي الكلب يختلف من كلب لكلب، مع ان بعينك انت شايف ان هو نفس التقليب نفس التشريح عند نفس الراجل، وتيجي تكلمه يقول لك يا عم ده ب 10 وده ب 15، وفي الاخر بنزعل وبنقول هو بيضحك علينا. ايه سبب ان ده سعره كده وان ده سعره كده؟ ده بيرجع لايه؟ ده اللي احنا عايزين نشرحه في فيديو النهارده، فما تقلبش الفيديو واعمل لايك واعمل متابعه واعمل شير، ويلا بينا نكمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل متابعيني متابعين كابتن شريف شحاته، اهلا وسهلا بيكم. الحلقه بتاع النهارده جامده قوي، لازم اصلا انت تبقى فاهمها وعارفها وعارف يعني ايه كلب زي ده بنتكلم فيه ب 30، كلب زي ده بنتكلم فيه ب 15، كلب زي ده بنتكلم فيه ب 25، كلب زي دي بنتكلم فيها ب 10، كلب زي ده بنتكلم فيه ب 50. ايه يا عم الاسعار اللي انت بتكلمها دي؟ ده احنا بنشوف كلاب احسن منها ب 5000 وب 7000 وب 3000 وحاجات زي كده. يا ترى الكلام ده صح ولا ايه المصداقيه في الحوار ده، ولا ايه سبب تغيير الاسعار من مكان لمكان ومن مربي لمربي؟ فلازم تفهم الحلقة دي كويس قوي. معانا نقطة 2 3 4 5 6 7 نقط لازم تعرفهم علشان تقدر تسعر الكلب بتاعك، وايه سبب علو قيمة الكلب والاسعار اللي بتختلف من مربي لاخر. اول حاجة لما بنيجي نتكلمها بنقول رقم واحد هي الاهالي. يعني ايه الاهالي؟ يعني انا لما بشوف مثلا كلب زي جناية بقول ده ابن كابوس. كابوس مين؟ كلب من اقوى كلاب المالينو اللي كانت نزلت في مصر، ماشي جميل. كلب زي ده مثلا بنقول ده بوجي، يبقى ابن مين؟ يبقى ابن قصار من اقوى خطوط الدم اللي موجوده في مصر، ماشي. نيجي نشوف ده هتلاقي دي بنت فلان ودي بنت فلان ودي بنت فلان وده ابن طورو. معناته ايه الكلام ده؟ معناه ان الاهالي بتلعب حاجه كبيره قوي او بتلعب نقطه كبيره في ارتفاع سعر الكلب، لان زي ما انت بتيجي كده بالظبط بتناسب لحد، بتقول ده فلان ابن فلان، معروف عنه الادب، معروف عنه الاخلاق، ده معروف عنه ان هو بيترك بصمه كويسه، عظمه سليم. الاهالي بتفرق في الكلام ده، مش هم ولاد ناس، لا هي بتفرق ان التشريح بتاعهم بيبقى حلو، الاهالي بتبقى سليمه، العظم بيبقى سليم، بيرموا كلاب كويسه. فاول نقطه معانا هي اهالي الكلب بتفرق من كلب لتاني. تاني حاجه الورق، الورق اللي بيبقى خاص بالكلب. ورق يعني ايه؟ يعني بشريحه ميكروشيب زي اللي احنا قلناها موجوده في بوجي. يعني ايه شريحه ميكروشيب؟ يعني بتجيب لك للجد ال 30 ورقه بتقول لك الاثبات ان الكلب ده يبقى ابن الكلب ده يبقى ابن الكلب ده يبقى اخو يبقى اب يبقى ام الكلب ده. ده بترجع لايه؟ بترجع ان في بديجريهات قويه وفي بديجريهات ضعيفه وفي بديجريهات متوسطه، ومن خلالها بنحدد برضه سعر الكلب. ان في اوراق قويه قوي بتلاقي ناس بتطلب في كلابها ارقام خياليه، وفي كلاب بورق وبيديجري وكل حاجه بس اسعارهم عاديه لانها كلاب غير معروفه، او في اهالي بيبقى الورق بتاعها زيرو بيديجري. يعني ايه زيرو بيديجري؟ يعني هو راح عمل في الاف سي اي او في الاتحاد بدون اصلا ما هم عارفين اهالي الكلب. تالت نقطة معانا وهي المستوى بتاع الكلب. طبعا كلب عن كلب بيفرق، تيجي تبص حتى لو انت ما بتفهمش فيهم، في كلب زي الوش ده بنقول عليه وش انتاي، وفي كلب زي الوش ده وش خشن، ده يبقى ابن طورو. ففي كلاب بتختلف من ناحية الوش، من ناحية الشعراية، من ناحية التراكيب، من ناحية الجسم بتاعه، بتختلف في الدم بتاعه، في نقاء الدم بتاعه، في العين بتاعته اللي احنا بنقول عليها لوزي، العين بني ولا عسلي، الحاجات دي كل الودن طويله ولا قصيره، واقفه 11 ولا مدلدله، كل الحاجات دي بتتحسب حسب المستوى بتاع الكلب، ودي اللي بترفع من ثمن الكلب. معلومه علشان تبقى انت فاهم وعلى يقين كويس قوي، ان الكلاب ما بتتسعرش. يعني ايه كلب ما بيتسعرش؟ يعني حضرتك انا طالب في ده 100000
ايه يا عم ده الناس كلها بتبيعه ب50. لا ما هو اللي عنده كلب زي ده ما عندوش كلب نفسه، فدي براحتك. الكلاب ما بتتسعرش، ولكن احنا بنحكم على سعر الكلب من خلال النقط اللي انا بشرحها لحضرتك دي. رابع نقطة معانا وهي تدريب الكلب. ماله يا عم تدريب الكلب؟ ازاي بقى؟ انت راجل حالا قدامك كلبين مالينه، ده كلب وده كلب، ده كلب وده كلب، ده حالا بنتكلم في الاتنين، ده ب30 وده ب30. طيب ايه ده متدرب وفي كل الاوامر واهاليه جامده، وده اهاليه جامده وفي كل حاجه بس مش متدرب، يبقى ده استحاله يتساوى بده. يبقى هتيجي تقول لو ده ب30 يبقى ده ب20. يبقى انا كده قدرت اعمل فرق سعر من خلال نقطه من كوم نقط انا قلت لك عليها، نقطه من 7 نقط انا قلت لك عليها. التدريب، يبقى التدريب بتاع الكلب بيرجع عامل مهم قوي. الكلب مؤدب ولا لا؟ ليه يا عم مش هيعاكس حد؟ لا طبعا بتفرق، ان في كلب بيمشي معاك في الشارع اوف ليش، كلب بيمشي بادب ما بيعملش مشاكل، ولا كلب بتاع مشاكل بيخانق دبان وشه. في ناس بتبص للشراسه، يا ترى هو كلب شرس وكلب مقاتل ولا كلب بيتي او كلب اجتماعي؟ دي حسب بقى الغية بتاعتك وحسب مزاجك، فبالتالي انت بتختار او بتشوف الحاجة اللي تناسبك، وبالتالي كل حاجة وليها سعرها. خامس نقطة معانا وهو منتج السلالة. يعني ايه منتج السلالة؟ يعني انا النهاردة رايح بجيب جراوي، وليكن انا بشوف الجراوي دي لقيتها عند شريف بكام يا عم شريف الجرو؟ الجرو ب6000. واحد تاني نفس الجراوي اللي عند شريف بكام يا عم الجرو؟ الجرو ده ب9000. نفس الكلام برضو اهالي جامدة، وبكام الجرو؟ قال لي ب12000. ده ايه بقى؟ ده برضو بيرجع لكل اللي فات بقى. يعني انا حالا كشريف كبريدر كمربي بتشوف اهالي قوية انت مربيها فبتجيب من خلالها، فالاسم ده لوجو او علامة ان انا بقول شريف لا 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 ده انت تجيب منه وانت مغمض. طب ليه؟ لان عنده اهالي قوية، اهالي بورق، اهالي مستوى حلو اللي انا كنت شرحته قبل كده، وبقى كلاب عظمها سليم، كلاب عظمها سليم، كلاب اساسيتها حلوة، فدي طبعا بتفرق معاك. اسم المربي مش هيضحي بسمعته ولا بكيانه ولا بحياته ولا باسلوبه ولا بكلابه ولا باي حاجة علشان خاطر جرو ولا جروين ولا 10. رقم 6 معانا تشريح الكلب وعظمه، دي اللي هنرجع فيها للنقطة السابعة اللي هي مش هضحي بسمعتي في كلب عظمه بايظ، تشريحه بايظ، كلب وحش، كلب مريض، مش هديك جرو تعبان واقول انا ما صدقت اخلص من الجرو وبعد كده انت تفضحني على نت او تفضحني في وسط حد. فبالتالي البريدر لازم بيختار كلب تشريح كويس، عظم سليم، بيبدأ يأسس لك كلب إن شاء الله بيروح على بيته الجديد رايح بمستوى لائق بالمربي بتاعه إن شاء الله ربنا بيكرمك فيه. فطبعا البريدر لها عامل كبير. سادس نقطة اللي هي تشريح الكلب، لازم وانت بتجيب الكلب تعرف اللي بيغلي كلب عن كلب، عظمه السليم، عظمه السليم ما فيهوش بقى ديسبلازيا، ما فيهوش التواءات، ما فيهوش تمدد، ما فيش كلام من ده، لانه كلب سليم اب وام، فبالتالي انت بتاخد الجرو محترم من البريدر بتاعه. سابع نقطة معانا وهي لو انت بتجيب كلب كبير، بتجيب دكر او نتاية، بتختلف نتايتين جنب بعض همت. انا باجي اقول لك يا باشا عندي النتايتين دول، ده هي ب30 وده هي ب20. طيب دي فرقها ايه؟ ده دي نفس دي ودي اخت دي؟ اه دي اختها. طب ايه الفرق؟ معلش عشان عايز افهم، في فرق ان واحده بتحضن وفي فرق ان واحده عايزه مساعده، عايزه انك تروح، عايزه انك تمشي تعمل لها صديد، عايزه انك تقعد جنبها وترضع، ده بيفرق؟ اه طبعا، ده انت بتاخد واحده بتخدم نفسها بنفسها وفي واحده عايزاك تبقى انت خدام ليها وتحتها، فبالتالي بتشوف فيديوهات تحضين، بتشوف مراعيتها لكلابها، فطامها لكلابها، وبالتالي ده بيفرق في السعر. وبالنسبه للدكر بنرجع نبص الكلب ده بخصية واحدة ولا بخصيتين، الكلب ده بيرمي كلاب عاملة ازاي، والشهر فيع ولا دشم، بيرمي اشكال عاملة ازاي، حلوة ولا ضعيفة، بيرمي لونجات ولا شرطات، الفرخ بتاعه وضعه ايه. فبالتالي كل حاجة بتختلف من كلب التاني، ودي اسباب او الحاجة اللي بتخليك تسعر الكلب بتاعك، ودي الحاجة اللي بتخليك تقدر تقيم الكلب وانت بتجيبه او وانت بتبيعه. يا رب اكون فدتك، يا رب اكون قدرت اوصل لك معلومة انت حتى استفدت منها باي حاجة. الناس تعمل لايك وتعمل متابعة للقناة وتعمل شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.